وأهل العلم يقولون إن الموتى يحشرون عراة، قد دلت على ذلك الحديث الأحاديث، فإذا خرجوا عراء كانوا أحوج ما يكونون إلى الكسوة، ويخرجون عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، ويخرجون تلجمهم الشمس أحوج ما يكونون إلى الظل. والموفق من كسي وسقي وأظله الله جل وعلا تحت وأظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمن نال هذه الثلاث فاز وساد، على أن السنة دلت أن أول من يكسى من الخلائق خليل الله جل وعلا إبراهيم. والسقيا إنما ترد كل أمة على حوض نبيها، وترد هذه الأمة على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. وأما ظل العرش فإن ظل العرش عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والرجال والنساء في هذا الأمر سواء، والرجال والنساء في هذا الأمر سواء، لأن الله جل وعلا يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.